بعض الفنانين يتباهوا ليس بفنهم بل بالأصول اللي بيعملوا بيها، ده اللي كان يميز حبيب عبد الحليم حافظ. كل حاجة زي ما هي، وليد توفيق في بيت عبد الحليم حافظ، كل حاجة في مكانها وكأنه ما سابهاش يوم، حتى بدله زي ما هي، وده اللي ظهر من الفيديوهات اللي نشرها الفنان وليد توفيق. وفتح ابن شقيق محمد شبانة وابن أخته وابن الفنان الراحل كمال الشناوي بيت العندليب في القاهرة للفنان وليد توفيق، واللي بدأ يتفقد كل ركن في البيت واستعرضها على حسابه على انستجرام، ومنها صور العندليب ولبسه والأماكن المفضلة عنده في البيت وأوضة نومه وسريره. وقال توفيق إنه لحد النهاردة عبد الحليم برغم وفاته بينافس المطربين اللي موجودين لحد دلوقتي، وقال إن عبد الحليم فنانه المفضل وتربى على أغانيه. حكى توفيق عن المقابلة الوحيدة اللي ما بينهم وعمره كان 13 سنة، كان جاي مصر علشان يشارك في عمل، وفي اليوم ده قابل كل الفنانين وكان مستني اللحظة اللي يجي فيها عبد الحليم. وفعلا أول ما وصل سلم على كل وراح سلم عليه وقال له أنا شفتك في التلفزيون وعجبتني أغنيتك، وقعدوا مع بعض وعزف عود، وبيقول ان ريحته كلها كانت دواء وكان باين عليه تعب والصفرة.